تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، من أرضية من تحفة ميادين السباقات، من أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة في ختامي المرموم الذي يحمل منافسات الأسماء الكبيرة والشعارات المتميزة في هذا الشوط المنطلقة بحفظ من الله ورعاية شوطنا الرابع عشر المخصص لفئة الجعدان اللي جاية المسافة هي الخمسة كيلومترات بشعارات أصحاب السمو والشيوخ. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط المتميز. مباشرة أبدأ مع الصدارة وأتعرف على الريان، غادما من الريان وقادما من ميدان الشحانية بشعار هجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع المري من يتقدم ويقدم لنا انطلاقة الاسم الكبير على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط الصامل. من يتقدم على المركز الأول؟ المركز الثاني يأتينا شواف وهجن إنتاج أم الزبار، ويتقدم محمد أيضا شواف بمتابعة علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق، من يأتي مع انطلاقات الاسم الكبير المتميز والشعار المتميز شعار إنتاج أم الزبر، أيضا التدخل الكبير والمتميز بشعار هجر الشحانية، وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل من يتقدم بهذه اللحظات المركز الرابع. أيضا القدوم والوصول مع انطلاقة مداهم لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتقدم، أيضا القدوم مع نواف بشعار صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وسعد بن محمد بال جفران المري من يتقدم ويرافق هذا الشعار بالمرافقة كبيرة على المركز الخامس. المركز السادس يتدخل فيه القادم والمتقدم بهذه اللحظات مع الشعار المتميز بشعار أيضا شعار المتميز شعار يمل القادم مع درب لهجن انتاج ام الزبار ومحمد بن خف بن بخيت بن برقان المقارح من يتقدم راعي يمل، من قدم امل وانتزعت الكاس ياتي مع انطلاقات درب والشعار الكبير. ايضا العاصفه قادمه وذا شعار ايضا القادم شعار مميز هملول بشعار ايضا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان أيضا بالمرافقة والتضمير بمرافقة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري من يتقدم ويرافق هذا الشعار. أيضا القدوم والوصول مع انطلاقات الاسم الكبير هو بارق بهجن إنتاج أم الزبار ومحمد بن بخيت بن برقان من يتقدم والرياسة قادمة مع الشعار الكبير مع انطلاقة براق هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون البهيرية. هذه الأسماء الكبيرة وهذه الأسماء المتميزة، ولكن بداية مع الصدارة ومع المركز الأول يتقدم رعد على المركز الأول وحمران من يأتي على المركز الأول لهجن الشحانية وأيضا جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم مضمر عسيلة ليقدم لنا شعاره الكبير مع الشحانية مع الأداء الكبير مع انطلاقة حمران من يتقدم في بداية المركز الأول ليسيطر على المركز الأول ويسيطر مع البداية. أيضا المركز الثاني الشعارات قادمة و1200 ما تبقى من نهاية هذا الشوط الواصل على المركز الثاني. أيضا الريان لهجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع المري يتقدم، والمركز الثالث
ايضا القدوم والوصول ايضا من شعار نواف لصاحب السمو الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود، ويتقدم ايضا سعد بن محمد ال جفران المري ايضا الوصول بهذه اللحظات. ولكن بن عقيل، لكن بن عقيل مع الشعار الكبير، مع الشحانيه، مع الشحانيه، مع الاداء الكبير، روح روح مع المسار الاول، مع المسار الاول، حمران حمران حمران، وبن برقان قادم والصامل قادم، ولكن شحاني الشوط شحاني والفوز شحانية مع حمران لهجن الشحانية. جار الله جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يا البرنس يا البرنس، يقدم لنا هذه النجومية، يقدم لنا هذه الأسماء. يأتي وأيضا هنا النقطة الثانية عشر والحادية عشر، سلام يا الشحانية، سلام يا البرنس، لا حلول يا راعي الدوحة، لا حلول راعي الدوحة. والنقطة الحادي عشر سلام سلام سلام، والثاني عشر للشحانية، سلام يا البرنس. محمد بن طالب بن عقيل تهانينا والناموس المركز الثاني لهجن الشحانية، مع أيضا من قدم لنا على المركز الثاني الصامل، المركز الثالث لهجن الشحانية، المركز الرابع لهجن إنتاج أم الزبار، والمركز الخامس لهجن الرياسة. تهانينا والناموس على فوز حمران بالمركز الأول وبالفوز وبالانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، وأيضا انطلاقة هذا الشعار المتميز الكبير، شعار هجن الشحانية. التوقيت 7:18 و7 من الإجزامين الثانية. تهانينا محمد بن طالب بن عقيل، أيضا بن طالب بن عقيل البرنس مشكور على هذا الأداء. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، والمركز الثاني أيضا لهجن الشحانية 7:19 و7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لك الصامل، أيضا من قدم فاران بن محمد بن قريع، المركز الثالث لهجن الشحانية، وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. التوقيت الزمني 7:20. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للجميع.